بينما يسارع العالم الخطى للقضاء على كورونا من خلال إنتاج اللقاحات الفعالة ضد الفيروس ونشرها في جميع أنحاء العالم، إلا أن جدلاً يثار بشأن سلامة بعض تلك اللقاحات. مؤخراً دعت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية إلى وقف استخدام لقاح جونسون أند جونسون في انتظار التأكد من وجود رابط محتمل بين هذا اللقاح وحالات تجلط في الدم، وبالتوازي مع إعلان السلطات الصحية الأمريكية وقف استخدام لقاح جونسون أند جونسون، أعلنت الشركة أنها ستؤجل إطلاق لقاحها المضاد لكوفيد-19 في أوروبا جراء مخاوف صحية. من جانبه قال مدير المعهد الوطني الأمريكي للوقاية من الأمراض أنتوني فاويتشي إن توصية السلطات الصحية في الولايات المتحدة بإيقاف استخدام لقاح جونسون أند جونسون يمنح وقتاً للتحقيق في الحالات النادرة للغاية لجلطة الدم بعد عملية التطعيم. البيت الأبيض من جانبه علق على أزمة لقاح جونسون أند جونسون جيف زينس منسق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض، قال إن قرار وقف استخدام اللقاح لن يؤثر بشكل كبير على خطة التطعيم الخاصة في إدارة بايدن. زينس استند إلى أن لقاح جونسون أند جونسون يشكل أقل من 50% من الجرعات المعطاة في الولايات المتحدة حتى الآن، كما أضاف بيان البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ضمنت ما يكفي من جرعات شركتي فايزر وموديرنا لنحو 300 مليون أمريكي. إذن جهود حثيثة وسباق محموم تخوضه شركات الأدوية، والهدف المأمول توجيه ضربة قاضية لفيروس كورونا وإعادة بث الأمل والتفاؤل في نفوس المليارات حول العالم.